البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا أمين. فاشترك أنت في احتمال الألام كجندي صالح للمسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونيا، ولابد للفلاح الذي يتعب أن ينال أولا من الأثمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر. لكن كلمة الله لا تقيد، لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. صادقة هي الكلمة، أنه إن كنا متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لأنه لن يقدر أن ينكر نفسه. ذكرهم بهذه الأمور شاهدا قدام الله ألا يتخاصموا في الكلام على شيء لا فائدة فيه لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك مختارا لله، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق باستقامة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره. لأن عيني رب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب فضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. فتشاور الجند
كي يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب. ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم عن تنفيذ مشورتهم، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولاً إلى البحر ويعومون إلى البر، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة، وبهذه الواسطة كانت نجاتنا جميعاً إلى البر. ولما نجونا علمنا حينئذ بأن تلك الجزيرة تدعى مليطة، فالبرابرة القاطنون في ذلك المحل صنعوا معنا شفقة عظيمة، لأنهم أوقدوا ناراً وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي كان ومن أجل البرد. وعاد بولس فوجد كثيراً من القش فأحضره ورماه على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونهشت يده. فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الرجل قاتل، وذلك لأن قضاه لم يدعه يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يصبه شيء رديء. وأما هم فكانوا يظنون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ويموت، فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم ينله شيء مضر رجعوا للوقت وقالوا عنه: إنه إله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 19 بابا أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة استشهد القديس ثأوفيلس وزوجته بمدينة الفيوم في أيام الإمبراطور دقلديانوس الكافر، أعلن اضطهاد المسيحيين وتعذيبهم وقتلهم إذا استمروا ثابتين على إيمانهم. راحوا ناس وقالوا لوالي مدينة الفيوم إن في واحد اسمه ثأوفيلس ومراته مسيحيين، فأمر الوالي بإحضارهم وسألهم: انتم بتعبدوا مين؟ ردوا عليه: بنعبد ربنا يسوع المسيح. طيب مش خايفين من التعذيب؟ قالوا: طبعا مش خايفين، لان ربنا يسوع بيقوينا ويشجعنا، وحتى الموت كمان مش بنخاف منه، لاننا هنلبس اكليل الشهادة ونكون معاه في السماء ونكون فرحانين مع الشهداء والقديسين. اتغاظ الوالي وأمر بعمل حفرة ورجموهم بالحجارة ونالوا إكليلي الشهادة. بركة صلوات الشهيدين ثأوفيلس وزوجته تكون معانا. أمين. وزي النهاردة كمان من سنة 262 ميلادية عقد مجمع مقدس في أنطاكيا بسوريا لمحاكمة بولس الساموساطي بطريرك أنطاكيا،
وكان من مدينة ساموسات في بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات، واترسم بطريرك على أنطاكيا. لكن عدو الخير جاب له أفكار غريبة عن إيماننا الأرثوذكسي، وقال بدعة إن السيد المسيح إنسان عادي ربنا خلقه علشان يخلص البشر، وكمان مش بيؤمن بالابن ولا بالروح القدس، وعلشان التعاليم دي خطأ انعقد مجمع في أنطاكيا، والبابا ديونيسيوس البطريرك الـ14 للكرازة المرقوسية اعتذر عن الحضور لمرضه، لكن أرسل رسالة مع كاهنين من علماء الكنيسة وقال احنا نؤمن ان الله واحد مثلث الاقانيم زي ما بنرشم الصليب، والسيد المسيح هو الله يعني لاهوت، وهو انسان يعني ناسوت، وبنؤمن بعبارة اتحاد اللاهوت بالناسوت. وفي القداس ابونا بيقول لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. كان في المجمع 13 أسقف والكاهنين اللي من مصر، واتناقشوا مع بولس الساموساتي علشان يفهم الإيمان الصحيح، لكنه رفض، فحرموه ومنعوا كل إنسان يعلم التعليم الخطأ ده، ونفوه عن كرسيه، ووضعوا قوانين نافعة للكنيسة. بركة صلوات القديس البابا ديونيسيوس فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. وعلى الأفعى وملك الحيات تطأ وتسحق الأسد والتنين، لأنه يوصي ملائكته من أجلك ليحفظوك في سائر طرقك. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون
ولم يسمعوا. والمجد لله دائم.